الحجاج اللي نضرب عليه مثل، طبت عليه امرأة مطرقة، قالها ارفعي بصرك، قالت انا لا احب النظر الى وجه حرم الله النظر اليه. قال زين اسيرك سؤال، يا هو افضل علي ام عثمان؟ قالت له مقاييسكم تعبانه، جاب الثريا للثرى للثريا، علي بن ابي طالب افضل حتى من الانبياء. قال انبياء هذا شرك وهذا كفر بلغه الجماعه هسه. قالت له لا، واقع حال ابراهيم الخليل، واذ قال ابراهيم ربي ارني كيف تحيي الموتى، قال اولم تؤمن، قال بلى ليطمئن. وعلي بن ابي طالب يقول والله لو كشف لي الغطاء ما ازددت يقينا. او وصلت الحال وتمشي، قالت لسليمان، قال ربي هب لي ملكا لا ينبغي لاحد من بعدي. وعلي بن ابي طالب جت الدنيا، قال طلقتك ثلاثا لا رجعة لي فيك. الى ان وصلت العيسى بن مريم، قال لهنا استوب، عيسى هذا العيسى المسيح كلم الناس في المهد صبيا، ولد من غير اب، يحيي الموتى، يبرئ الاكمى والابرص. قالت له ذني كل المتناول فكري، انت مو جاي تعلمني عقيده ودين. لكن عيسى ابن مريم لما حملت به من غير اب، مو نفخنا فيه من روحنا، لكن من ضربها المخاض نادتها الملائكه اخرجي من المسجد انه دار عباده وليست دار ولاده، وانتبذت من اهلها مكانا شرقيا، وانشق جدار الكعبه، والكعبه اشرف من المسجد الاقصى، لفاطمه بنت اسد لتضع اشرف مولود بعد النبي على اشرف بقعه في الارض. وهذا واحد يقول اسولف لو تجي للحق، اسولف لو تجي للحق. محمد بالوداعش قال مو شعلنها طق بطق، اخذ كفه هتف باسمه علي الرايه علي الايه علي علم البحر واغمق، علي هارون من موسى وهبوب عذيب نتنشق، او علي لو ما تدارك نوح شاغط والسفينه شراعها تشقق، او علي يوم النخاذ النون خلى الحوت ببطون البحر تطلق، او علي هدل المسيح بليل من شاف المسيح بخشبته تشبك، ياهو اللي رجع ثوبه وياه اللي قرأ التوبة. سورة براءة تذكرون، من ودع على أبو بكر وقال له الله بلغني لا يقرأها إلا أنا أو رجل مني 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 من نفسي، ياه اللي رجع توبة وياه اللي قرأ التوبة. علي نش الزلم قدامه نش البق، ثجيلة حكاية الوجدان والقصة طبعها من الخجل تعرك، والله العاد أبو الحسنين الف نعلى على بيمنين ما ينشك.